واشنطن دفعت بواحدة من أخطر أسلحتها الاستراتيجية وأكثرها سرية باتجاه منطقة الشرق الأوسط لمواجهة الهجوم الإيراني القادم باتجاه إسرائيل. هذا الأمر صدر بأوامر قادمة في 24 ساعة الماضية من قبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وتحدثت عن تفاصيل هذه الأوامر CNN الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية. لابد كان هنالك اتصالا بين أوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أبلغت من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بأنها أقحمت USS جورجيا باتجاه منطقة الشرق الأوسط. هذه الغواصة التي دخلت الخدمة في نوفمبر من عام 1982 وهي من فئة أوهايو، وهي الثانية في البحرية الأمريكية التي تحمل اسم ولاية جورجيا، بالإضافة إلى ذلك إلى أن هذه الغواصة تعمل بالطاقة النووية، وهذه الغواصة سرية للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وواشنطن لا تعلن عادة عن موقع هذه الغواصة وأين تتواجد إلا في الحالات النادرة وفي الحالات الصعبة والتوتر العالي مثل ما يحدث اليوم في منطقة الشرق الأوسط. هذه الغواصة تحمل على متنها 150 عنصرا، بالإضافة إلى العديد من النوعيات الصاروخية المهمة، من ضمنها وأهم هذه الصواريخ هي صواريخ التوماهوك، 154 صاروخا من هذه الصواريخ القادرة على مناورة المنظومات الدفاعية والرادارية، بالإضافة إلى أن مدى هذه الصواريخ يصل إلى 2500 كيلومتر. لذلك هنالك بعض الخبراء يصفون بأن هذه الغواصة قادرة على تدمير دول بالكامل، بالإضافة إلى أنها قادرة على قطع 1200 كيلومتر في اليوم الواحد، وقادرة على المناورة بشكل عال على التسلل. فيها أجهزة استشعار هائلة للغاية وتجمع المعلومات بشكل كبير، غواصة استراتيجية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. والتفاصيل هنا كما تحدثت صحيفة ستارز أند سترايبس، كانت في حقيقة الأمر بالقرب من إيطاليا تقوم بتدريبات مع النرويج، بالإضافة إلى تدريبات مع إيطاليا وكذلك مع البحرية البريطانية، وجاءت لها الأوامر من الولايات المتحدة بأن عليها التوجه بسرعة باتجاه منطقة العمليات في الشرق الأوسط، وهي اتجهت بحسب ما قدر مينش أوسنت لتصل إلى شرق البحر المتوسط تحديدا. وهذا إعلان يعتبر كبير، لأن هذه تعتبر إضافة هائلة بالنسبة لجميع المدمرات الموجودة في المنطقة، إن كانت USS واسب أو إن كانت USS كول أو حتى USS لبون، والعديد من المدمرات المنتشرة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى حاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزفلت المتواجدة الآن في خليج عمان، وكذلك طائرات الحربية يجب أن لا ننسى F-22 رابترز هي موجودة أيضا في المنطقة، وهي مستعدة لمواجهة أي هجوم قادم من قبل الجانب الإيراني. وهذه الغواصة لماذا هي تعتبر إضافة كبيرة وإعلان كبير من الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأنها على عكس كل هذا الانتشار هي تقوم وتنفذ عمليات هجومية، وعلى الرغم أنك تراها هنا في البحر المتوسط إلا أننا تحدثنا أن صواريخ التوماهوك قادرة على قطع مسافة 2500 كيلومتر، وهذا يعني أن هذه الغواصة قادرة على استهداف ليس فقط حزب الله اللبناني وإنما الفصائل في سوريا، الفصائل في العراق، وكذلك تقريبا كل الأراضي الإيرانية بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وكذلك هي قادرة من موقعها الحالي من استهداف كذلك العاصمة اليمنية صنعاء، وهذه لأن المسافة كلها عبارة عن 2200 كيلومتر، ويعني أنها قادرة على ضرب صعدة والحديدة من دون أي مشاكل. وهنا واضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول لإيران بأننا لسنا حاضرين فقط في عملية الدفاع عن إسرائيل، لا أبدا، بل إننا حاضرين أيضا وبقوة للهجوم أيضا على الفصائل الموجودة، الأذرع الموجودة، وكذلك إيران في حالة اندلعت الحرب الإقليمية، وبالتالي الأفضل يا إيران أن تبتعدي عن القيام بأي عملية انتقامية باتجاه إسرائيل لأننا انتشرنا بشكل هائل. كذلك أن أوستن لم يكتفي بهذا الإعلان أو هذا الأمر، لا أبدا، بل إنه طلب بتعجيل وأن تكون حاملة الطائرات الأمريكية الأخرى إبراهام لينكولن أن تعجل من عملية وصولها لمنطقة الشرق الأوسط. لكن المشكلة هي قادمة من جزيرة غوام هنا باتجاه الصين باتجاه تايوان، وبالتالي في أفضل الحالات هي بحاجة لعشرة أيام كي تصل لهذه المنطقة، بالتالي من الممكن أن تبدأ الهجمات بسرعة في المنطقة ولن تكون موجودة، لكننا واضح جدا أمام انتشار هائل للغاية، بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية الموجودة ومنتشرة من ضمن العديد من الحلف حارس الازدهار وغيرها من القدرات الموجودة من المدمرات البريطانية
وغيرها حتى من المدمرات الفرنسية. لا بل كان هنالك بيانا من الإي ثري المكون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أصدروا هذا البيان اليوم وقالوا لإيران بأنها ستتحمل عواقب ما سيجري، وحثوا إيران تماما بالابتعاد عن أي عملية انتقامية باتجاه إسرائيل. وهذا يأتي بعد تقييمات إسرائيلية خطيرة للغاية استخبارية نشرتها جروزلم بوست وموقع أكسيوس الأمريكي بأن الهجوم قادم بالفعل، وأن هنالك تأجيلات لهذه المسألة، وهم يؤجلون وتؤجل إيران لأنها تحضر لهجوم كبير للغاية. كذلك أن خطوط لوفتهانزا على سبيل المثال أوقفت عمليات الطيران باتجاه عمان، باتجاه طهران، باتجاه تل أبيب، وباتجاه حتى أربيل شمال العراق. وبالتالي بالنسبة لهذا التطور هو يعني أن الهجوم ممكن في أي لحظة أن يحدث، قد تكون هذه الليلة وقد تكون الليلة القادمة. وكانت هنالك مكالمة أيضا بين علي باقري كني وهو القائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانية، اتصل بالوزير الخارجية الصيني وقد أبلغه بأن هنالك حق مشروع لإيران بالرد على ما جرى من عملية اغتيال للرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وبأنهم سيقومون بالرد. كذلك يحيى السنوار أيضا رفعت صوره في طهران وذكروا إسرائيل بالسابع من أكتوبر، وأوضحوا بأن الأمور ستكون وستشبه السابع من أكتوبر إن لم تكن أسوأ من السابع من أكتوبر. وكذلك أن هنالك كثير من المقاطع التي تنشر من حزب الله اللبناني، وواحدة من المقاطع المثيرة للانتباه هو أن عنصرا أو مقاتلا من حزب الله يضع يده على العنصر الآخر أو المقاتل الآخر على كتفه بهذه الطريقة، في إشارة إلى الضوء الأخضر لحزب الله اللبناني للبدء بهجوم بري. مثل هذه الإشارات لها معاني كبيرة وانتبهت لها إسرائيل، وحزب الله يقوم بالكثير من العمليات على العمق الإسرائيلي وبشكل مكثف. على سبيل المثال في 24 ساعة الماضية كان هنالك هجوما باتجاه نهاريا بثلاثين صاروخا أو حتى أكثر من 30 صاروخ، وظهرت القبة الحديدية تتصدى لبعض هذه الصواريخ بهذه الطريقة. ولكن أيضا كانت هنالك بعض الصواريخ سقطت في عدد من النقاط، لكن تلاحظ أن السقوط يأتي في منطقة مفتوحة. عادة القبة الحديدية تعمل بهذه الطريقة، تحمي المدن وإن كانت الصواريخ متجهة إلى مساحة مفتوحة تتركها تماما، لكن هي مسألة مثيرة للقلق. كذلك قبلها بيوم حزب الله اللبناني أيضا نفذ هجوما كبيرا باتجاه الجليل الأعلى والمناطق القريبة منه بهذا الاتجاه من بحيرة طبرية كما نلاحظ، وكانت هنالك حرائق أيضا وأضرار في مساحات مفتوحة، ونسبة التصعيد من حزب الله اللبناني تتصاعد شيئا فشيئا، وهذا في ظل أن هنالك معلومات أيضا نشرت من قبل صحيفة الجمهورية اللبنانية التي أكدت أن حزب الله فعلا يعد لعملية الهجوم على العمق الإسرائيلي. وقد ذكرت ببساطة أن المقرات الخاصة بحزب الله اللبنانية الموجودة في الضاحية الجنوبية في بيروت قام حزب الله اللبناني بإخلائها تماما. نتحدث عن المقرات العسكرية وحتى المقرات السياسية، لم يعد متواجد فيها أو لم يعد أي عنصر من حزب الله اللبناني يتواجد في هذه المقرات، وأن لديهم انتشار كبير للغاية. وأوضحوا تماما أن إخلاء المقرات من قبل حزب الله اللبناني يوضح أن حزب الله يستعد لردة فعل كبيرة من قبل إسرائيل، وأن إسرائيل ستستفز تماما من الهجوم القادم من قبل حزب الله. وهو يوضح أن حزب الله يعد لهجوم ليس بالعادي، سيستهدفون مناطق حيوية ستستنزف أو ستغضب تماما إسرائيل، وبأن إسرائيل ستضطر للدخول بحرب. بالتالي الظروف التي يعمل عليها حزب الله اللبناني هي ظروف حرب، وبالتالي أخلوا المقرات أخذوا وقتهم كما نلاحظ أسبوعين تقريبا، والحديث يوميا بأن الهجوم سيكون قادما، لكن هنالك إعادة انتشار على المستوى اللبناني وعلى المستوى السوري للاستعداد لساعة الصفر. التقييمات الأمريكية والإسرائيلية تذهب إلى حقيقة أن الهجوم والانتقام الإيراني في بادئ الأمر سيبدأ من حزب الله اللبناني، هو الذي سيبدأ برشقات صاروخية كبيرة لاستنزاف المنظومات الدفاعية إن كانت من القبة الحديدية أو الباتريوت، وتوجيه ضربات كبيرة تستهدف هذه المنظومات أو وسط إسرائيل إن كانت تل أبيب، إن كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الموجود في القدس وكذلك الكنيسة. كل هذه نقاط ستحاول وسيحاول حزب الله اللبناني من عملية استهدافها مع الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وهذه من أجل استنزاف وإضعاف الدفاعات. وبعد ذلك تأتي إيران بصواريخها، المحتمل أن تكون من صواريخ الفرط صوت الهايبرسونيك، أن تقوم هي بالهجوم على هذه المنطقة، تحاول أن تناور كل الدفاعات الأمريكية الموجودة من طائرات
حربية F-22 رابترز وغيرها تحاول الخلاص منها عبر الأجواء العراقية والأجواء السورية لتصل إلى هذه المنطقة إلى الشمال أو غيرها من المناطق إلى وسط إسرائيل، لتكون هذه المرة إسرائيل مرهقة. بمجرد ما يدخل الأجواء هنا ستقوم إيران بضرب هذه المواقع، هذه المرة بقوة كبيرة للغاية، على عكس شهر أبريل وما حدث خلال هذا العام من عملية الوعد الصادق. وبالتالي إيران هنا تريد التأكد من أنها ستنجح في هجومها من خلال استخدام هذه الجبهات للاستنزاف، وبعدها تأتي بصواريخها التي متوقع ويتوقع أن تكون أكثر تطورا من الصواريخ التي استخدمت في شهر أبريل تحديدا. بالتالي الوضع في انذار كبير للغاية والأوضاع ليست بالسهلة، وكذلك لا بد من عدم الاستهانة مما ممكن أن يكون قادما من الفصائل المسلحة المقربة من إيران الموجودة في سوريا. فإذا ما ألقينا نظرة على مطار بلي العسكري الموجود إلى جنوب العاصمة السورية دمشق، هذا هو المعسكر آخر صورة في القمر الصناعي في شهر سبتمبر من عام 2022، تظهر في هذه النقطة طائرات مسيرة كما نلاحظ، وإذا ما اقتربنا منها قليلا ستلاحظ بأننا أمام طائرات مسيرة تشبه نوعية الطائرات المسيرة الإيرانية، وتقريبا هي متطابقة بشكل كبير مع طائرة أبابيل 3 الإيرانية، وهذه في عام 2022. بالتالي لابد أن ننتبه أن الطائرات المسيرة تطورت كثيرا، وبأن من الممكن جدا أن تكون إيران الآن أضافت الكثير من الطائرات التي ممكن أن تنطلق أيضا باتجاه إسرائيل لاستنزافها من عدة اتجاهات، إرهاق الدفاعات كما تحدثنا، لتأتي إيران لتقوم بهذا الاستهداف. بالتالي USS جورجيا لم تظهر بالصدفة.